لمزيد من المتابعة أيضا بشأن آخر التطورات في طرابلس معنا بخصوص اشتباكات أمس، معنا هاتفيا من طرابلس محلل سياسي جمال عبد المطلب. مرحبا بكم أستاذ جمال. إذا هذا التوتر الأمني في مناطق عديدة من العاصمة الليبية طرابلس أسفر عن قتل عشرات في هذه المناوشات، ما السبب الفعلي لنشوب هذه الاشتباكات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا. الحقيقة مثل ما أشرتم في تقريركم، هذه الاشتباكات أو هذا الصدام أو هذا الفتيل الذي اشتعل ليس وليد اللحظة، ولكن هناك مناوشات وهناك منافسات وهناك ممحكات سابقة واحتكاكات. ويد السيد عبد الحميد الدبيبة وفريقه مستشاريه الأغبياء، أنا لست ضده، أنا يعني موقفي محايد، أنا مستقل، ولكنني أستطيع أن أصفهم بأنهم أغبياء. يعني دائما حاول هو الثلاث أربعات، الـ 444 اللي هو السيد محمود حمزة العقيد، هذا هو أصلا كان قائد كتيبة مع الردع مع السيد كارة، ولكنه لواء الردع أو فريق الردع زرعه في الجيش ودعمه، فالتقطه عبد الحميد الدبيبة وبدأ يدعمه فتغول وكبر وأصبح تحت سلطة الدبيبة، لأن الدبيبة عنده المال. فغار السيد عبد الرؤوف كارا والردع، صارت لهم نوع من الغيرة وخرج تمرد عليهم، أصبح ولاءه لمصلحته. فصار هذا الاحتكاك، هذا الصدام. ولكن هذه اشتباكات هذه اشتباكات هي يعني تبدو هي السادسة في غضون مدة قصيرة، ولا سيما بعد اختيار محمد المنفي. هل من ربط برأيكم بين تولي المنفي وتصاعد هذه الاشتباكات؟ منفي جاء مع منظومة دبيبة في مسألة المؤتمر اللي عملته الأمم المتحدة والتصويت، ليس تصويت الشعب ولكن هو حل تلفيقي مؤقت. وبالتالي المنفي هو قبليا ينتمي إلى المنطقة الشرقية، ولكن القوة في يد السيد رئيس الحكومة، لأن عنده المال وعنده الوزارات، فحاولوا يعملوا نوع من التوازنات باعتبار رئيس المجلس الرئاسي المنفي كما يقال، كما يسمى باللهجة الشرقية، حاول أن يكون تحت إمرته لواء الردع. فهذه التركيبة، هذا كل هذه المؤسسات أو مش مؤسسات عفوا هذه الميليشيات اللي تسمي نفسها كتائب وأنها تتبع وزارة الدفاع وتتبع وزارة الداخلية، ما زالت هي تعلن بأنها تحت الشرعية وتستمد يعني شرعيتها من شرعية الحكومة والدولة والرئاسة، ولكنها هي تغرد خارج السرب ومتمردة عليهم، اعتادت هذا التمرد واعتادت هذا التغريد خارج السرب، وأنها مش منضبطة، ما هيش طالعة من مؤسسة، لأن أصلاً إدامة نظام القذافي 43 سنة لم يكن هناك جيشاً بالمعنى الصحيح، مخابرات وجيش وداخلية، ولكنها كان حكم لجان ثورية وأولاده وميليشيات وإلى آخره، وبالتالي لا توجد مأسسة قبل فبراير، وبعد فبراير لم تتأسس يعني مؤسسات حقيقية منضبطة. هذه نقطة. النقطة الثانية، السيد عبد الحميد الدبيبة وحكومته فريق كبير من الرأي العام الليبي يعني تأمل فيه خيرا باعتباره رجل أعمال وأعلن أنه مسالم وهو خارج من رحم النظام السابق، فعلى أساس يعمل نوع من التوازن، يتواصل مع الخضر ومع إذا صح التعبير ومع أنصار النظام السابق، ولكنه بدأ يتصرف بعقلية لكل رجل تمن ولكل ميليشيا تمن ولكل منطقة تمن، يدفع في الأموال هنا وهناك وهناك ويدر الرماد في العيون. واختار السيد محمود حمزة
وهذا اللواء اللي هو 444 وبدأ يضخ له الأموال أكثر من الكتائب الأخرى، وأصبح يعني ذراعه الذي يجهزه ليضرب به من يعانده ومن يخالفه. نعم. هناي الردع دائما الردع كانت لها فولة، وباعتبارها موجودة في منطقة حساسة في منطقة مطار معتيقة القاعدة الأمريكية السابقة. نعم. موقع استراتيجي، والتكوين متاعها الأساسي كان طرابلسي جهوي لمنطقة سوق الجمعة وتجورة والمنطقة هذه. فاعتبروا هم اعتبروا محمود حمزة هو ابن عاق لهم، لم يستمع إلى أوامرهم من جانب، فتمرد عليهم من جانب آخر. نعم. من جانب آخر محمود، عفوا أختم في ثواني، من جانب آخر السيد عبد الحميد الدبيبة شاف تصرف الردع في الاعتداء على محمود حمزة وحجزه وهو خارج معه، هم ذاهبين إلى احتفالية يعني عسكرية استعراضية في مصراتة، معهم رئيس الأركان ومعهم مجموعة من فشاف أن هذا عمل جسور وعمل غير مسؤول ولا يجوز وفيه مساس لهيبته ولمكانته، وبالتالي يعني شاف أن لابد من أن يضرب. وهذه المعركة هذه المرة كانت تضرر فيها شباب من الردع وإلى آخره، فوصلوا إلى حلول وسط لحفظ حفظ كرامة. نعم. وما وجه السيد عبد الرؤوف كارة والردع، وداروا هذه التسوية على أساس يخرج يخرج محمود حمزة ويسلم إلى جهة محايدة، ويعني ولن يحقق معه، قالوا سوف تحقق معه جهة محايدة، سيبقى أيام قليلة متنعم في إحدى الاستراحات وسوف يخرج، والذي دفع الثمن الشباب الليبي وترويع الآمنين والأموال الليبية. بعد هذه الاستفاضة التي يعني تفضلت بذكرها على الأزمة الداخلية الليبية، يجدر بنا أن نسأل عن الخارج، يعني أين تقف برأيكم القوى الفاعلة الخارجية في هذه الأزمة الليبية؟ سيدي الكريم، للأسف أنا أقول، ودائما كثير حتى من بعض الشخصيات الليبية الوطنية يفهمونني خطأ، تاريخيا ليبيا ليس طعنا في ليبيا ولا في الشخصية الليبية ولا في الشعب الليبي. ليبيا مأساتها باعتبارها بلد واسع وتعداد سكاني قليل وتحوز على ثروات عظيمة من ذهب وبترول ويورانيوم وفضة وموقع جغرافي وإطلالة على أوروبا وأفريقيا إلى آخره. نعم. وكل ذي نعمة محسود صار طمع فيها كبير جدا، ويعني تكالبت عليها الدول الإقليمية والدول الأجنبية. التدخل الخارجي لم يكن إيجابي، يعني ترك ليبيا، حتى الأمريكان عندما دعموا الثورة يعني لكي لا معمر قدافي لا يبيد الشعب الليبي مثل ما فعل بشار بالسوريين، تدخلوا تدخلا في البداية قويا وإيجابيا، ولكنهم قالوا نحن لم نكمل المهمة. نعم. تركوا الأمر للأوروبيين، والأوروبيين منقسمين، فرنسا مع العسكر مع حفتر وغيره وإلى آخره، بريطانيا. نعم. الآن الحقيقة هناك وهن وضعف في المجتمع الدولي، ليس مع ليبيا فقط أستاذي الكريم. نعم. ولكن في على جميع الصعد الآن المجتمع الدولي حتى الغرب منقسم في قضية الأزمات في منطقتنا. نعم. أعتذر منك، وقد وضحت الصورة المحلل السياسي جمال عبد المطلب، حدثنا هاتفيا من طرابلس، شكرا جزيلا لك.